لما ذكر رحمه الله في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سئل عنه، ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول أصول الاعتقاد شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة وما يتعلق بأفعاله وبكلامه، كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى كله يدخل في شهادة لا إله إلا الله. ثم شهادة أن محمداً رسول الله، وهي الإقرار والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، امتثال أمره واجتناب نهيه، تصديق خبره، كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله. يدخل فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس الثقلين، ويدخل الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كل هذا يدخل في شهادة أن محمداً رسول الله. فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان، لا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب لأنه رسول الله. فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في شهادتهم أن محمد رسول الله. وإنما اتخذوا هذا جنة وسترة يتسترون به من القتل، اتخذوا أيمانهم أي شهادتهم، الشهادة تسمى يمين، اتخذوا أيمانهم جنة سترة تقون بها القتل، لو صرحوا بكفرهم لقتلوا، فهم يتقون ذلك بالتلفظ بالشهادتين. ثم لا يكفي أيضا الاعتقاد بالقلب بدون تلفظ ونطق وإفصاح باللسان، فإن المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم لكن لا يتلفظون، أبوا استكباراً وعناداً وجحوداً أن يتلفظوا برسالته صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعترفون. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر والحسد أن ينطقوا بذلك وأن يتبعوه. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا بد من هذه الأمور في شهادة أنه رسول الله، النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والمتابعة له صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أنه يعترف أنه رسول الله وينطق لكن لا يتابعه، فلا يطيعه فيما أمر ولا يجتنب ما نهى عنه أو يكذبه فيما أخبر. ولهذا يقول الشيخ في عبارة جميلة له في ثلاثة الأصول، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما دام تشهد أنه رسول الله فلا بد أن تتقيد بما جاء به ولا تزد عليه في البدع والمحدثات. نعم.